أنا أعتقد ما تعنيه هو كشف سر الاستضافة الذي حصل في 28 يناير، والذي كان يعني معروف ويعتقد أنه استضافة إسرائيلية، وكان هناك ارتباط يعني أشار له مستشار زيلينسكي، مستشار الرئيس الأوكراني، الذي قال أن إيران سوف لن تمر مشاركتها بدعم روسيا في الحرب الأوكرانية دون رد، وكأنه يعني أراد أن يشير إلى فكرة التنسيق بين إسرائيل وأوكرانيا، ولكني أعتقد حقيقة لم يكن هناك تنسيق حول هذا الاستهداف، وإنما هو استهداف إسرائيلي محض متعلق بمتطلبات الأمن القومي الإسرائيلي، يعني تخوف إسرائيل من إيران، ولكنه صب في مصلحة الأوكران، لأن تلك القاعدة الإسرائيلية كانت قاعدة لتطوير. أستاذ أحمد، الذي أستطيع أن أقرأه أنه إيران حقيقة بدأت تطور قدراتها ب يعني الطائرات المسيرة في الست أشهر أو الأربع أشهر إن صح التعبير الأخيرة من الحرب الروسية الأوكرانية من السنة الماضية، يعني أنا حسبت أولى يعني البدايات هي في جولاي ثم أغسطس ثم سبتمبر ثم إلى أن وصل إلى الآن، يعني إيران ذاهبة باتجاه دعم الحرب الروسية. الحرب الروسية، الدعم الإيراني كان دعما مؤثرا، بيلاروسيا دعمت روسيا، الشيشان دعمت روسيا، هناك دول كثيرة يعني من دول الفضاء السوفيتي دعمت روسيا، ولكن الحقيقة ليس كالدعم الإيراني، لأن الدعم الإيراني كان مؤثرا على مستوى التفاعل في داخل المعركة، بمعنى ضرب القواعد الخلفية للقوات الأوكرانية وضرب البنى التحتية واستهداف الأهداف المنتخبة إن صح التعبير، الأهداف المؤثرة أستاذ أحمد، هذا ما قامت به الطائرات المسيرة الإيرانية، ولذلك يعتقد الأوروبيون أن إيران في هذه اللحظة هي الحليف الأبرز لروسيا. الجارديان في هذا التقرير الحقيقة أجابت على تساؤلاتنا وتحليلاتنا التي كنا يعني نطلقها في المحطات الفضائية. في أنا شخصيا كنت أحلل يعني حادثة أصفهان، ولم أكن أمتلك المعطيات الحقيقية التي، ولكن كنت أعتقد على سبيل المثال قرب هذه القاعدة من محطة أصفهان النووية، المحطة التحويلية، ولكن قلت أنها قاعدة تابعة للحرس الثوري، هناك يعني مصنع لتطوير الصواريخ أو الطائرات المسيرة. تبين من تقرير الجارديان أنها كانت للطائرات المسيرة، وتحديدا تطوير شاهد يعني مهاجر وشاهد. أنا أعتقد أنه التطوير الأخير الذي قامت به إيران هو الانتقال من مرحلة صناعة الطائرات المسيرة الانتحارية إلى صناعة الطائرات المسيرة العالية الارتفاع التي يتجاوز ذهابها 200 كيلومتر والعودة إلى القواعد، هذا ما تراهن عليه روسيا حتى لا تخسر الطائرات المسيرة وتعيد عملية تدويرها، لأن الطائرات شاهد على سبيل المثال أو نعم شاهد الهجومية صارت تقريبا صاروخين في كل جناح وحمولتها تقريبا 60 كيلوغرام، وهذا أمر مؤثر على أي هدف، يعني أشبه من السيارة المفخخة الطائرة، يعني هذا يفسر يعني استطعنا نقرأ اليوم. أنا شخصيا قرأت اليوم هذا التقرير على جارتيوم وهو يتحدث عن تفاصيل الحادث.